السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة الجمل العامية بالألمانية. إذا بدك تقول أنه أنا أذهب إلى محطة القطار، فشلون نقول بالألماني؟ إيش جيه تسوم بانهوف؟ إيش جيه تسوم بانهوف؟ إيش جيه تسو ديم بانهوف؟ يعني هي لأنه تسو حرف جر، فالدير بتصير ديم بعد تسو داتيف، تسو ديم بانهوف. إذا بدك تقول إنه أنا في محطة، يعني أنا في محطة القطار، إيش بين أم بانهوف؟ إيش بين أم بانهوف؟ إيش بين أم بانهوف؟ إذا بدك تقول إنه أنا آتي من محطة القطارات وآتي من المحطة، يعني إيش كومي فون بانهوف؟ إيش كومي فون بانهوف؟ إيش كومي فون بانهوف؟ إيش يه تسوم بانهوف؟ أنا عايز أقول لك محطة. إيش بين أم بانهوف؟ أنا بالمحطة. إيش كومي فون بانهوف؟ أنا آتي من المحطة.